وللحديث أكثر حول وضعية الطرقات والعزلة التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة المتساقطة خاصة بالمرتفعات والهضاب خلال 24 ساعة الأخيرة، نربط الاتصال بالمكلف بالإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم الأول حكيم بن أعيدة. أهلا بك سيدي. أهلا بك وبجميع مستمعين القناة سيدتي. مرحبا سيدي، إذا بداية كيف هي وضعية الطرقات بعد التساقط الكثيف للثلوج خاصة بالمرتفعات والذي تسبب في غلق العديد من المسالك؟ بالفعل حالة الطرقات خاصة خلال 24 ساعة الأخيرة يعني هي مفتوحة في معظمها إلا في المناطق اللي كان فيها تهاطل كثيف للثلوج خاصة في الأماكن الجبلية التي يزيد علوها عن 900 متر، وللإشارة يعني خلال الفترة الممتدة بين 2 إلى 4 مارس 2023 سجلت وحدات الحماية المدنية 4702 تدخل في مختلف مناطق الوطن. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات وأنشطة الحماية المدنية من بينها حوادث المرور، حيث قامت وحدات الحماية المدنية ب 259 تدخل على إطار عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 277 آخرين. نعم. وربما ما هي أهم المناطق التي تم تسجيل هذه الحوادث بها سيدي؟ يعني الحوادث هذه كانت في الطرقات السريعة خاصة، يعني حيث قلنا سجلنا يعني 3 أشخاص وفاة 3 أشخاص وإصابة 277 آخرين، حيث تم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات يعني من قبل مصالح الحماية المدنية. نعم، طيب وبالنسبة ربما للنصائح التي يمكن أن تقدمونها للمواطنين لتفادي الوقوع في حوادث خصوصا المتوجهون نحو المرتفعات للتنزه في هذه الفترة؟ بالفعل سيدتي ندعو يعني جميع السواق وحتى السواح إلى توخي الحذر يعني وعلى يعني توخي الحذر وعدم التوجه إلى هذه الأماكن يعني أماكن يعني بأخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وخاصة رواد الأماكن يعني الجبلية وما يغامروش يعني بأنفسهم خاصة بالصعود إلى هذه المناطق حتى تجوز يعني موجة الاضطراب الجوي هذه يعني للحفاظ على أنفسهم وسلامة من حولهم. طيب أستاذ، ربما أشرت إلى حوادث المرور، هل تم تسجيل حوادث أخرى بسبب هذه الثلوج؟ بالفعل شوف هي خلال هذه يعني خلال 48 ساعة الأخيرة ما كانش حتى يعني تدخل يعني بالنسبة للحوادث الخاصة بالثلوج من قبل رجال الحماية المدنية، لذلك يعني العملية التحسيسية اللي يقوم بها رجال الحماية المدنية من بينها يعني المنصات يعني منصاتكم التلفزيونية يعني وين تكون النداء لجميع يعني رواد الأماكن الجبلية هذو باش ما يطلعوش باش ما يلحقوش لهذه الاماكن الجبليه اللي يكون يعني الخطر تاعهم، يعني العمليه التحسيسيه اللي يقوموا بها هي عمليات استباقيه باش ما يوقعوش الحوادث. الى حد الساعه ما كان حتى يعني تدخل رجال الحمايه المدنيه فيما يخص هذه الاضطرابات الجويه الخاصه بالثلوج في المرتفع. شكرا. اذا المكلف بالاعلام والاتصال لدى المديريه العامه للحمايه المدنيه الملزم الاول حكيم بن عياده كنت معنا عبر الهاتف. عفوا سيدتي. شكراً.